فهيم مستشار وزير الزراعه. برحب بحضرتك يا دكتور محمد. ازيك يا استاذ سامح؟ اهلا وسهلا. كل عام وحضرتك طيب. دكتور محمد، انا كنت بقرا الخبر الخاص بتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه دكتور محمد القرش. دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه ومحب للقطاع الزراعي لان هو ابن للريف المصري. هكلم حضرتك من زاويه الريف المصري. مقارنة سريعة بما حدث في السنوات الماضية الطويلة وما يحدث في هذه الحقبة من الاهتمام بالقطاع الزراعي وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بزيادة الرقعة الخضراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بشكر حضرتك أستاذ سامح. العفو. عشان برضو نتكلم بمفهوم بسيط للناس، خاصة الأهلين المزارعين إيدهم في الموضوع في الزراعة. اللي نلاحظ ان في خلال السنوات اللي فاتوا اصبح ملف الزراعه كان بصراحه كان ملف يعني من الملفات اللي ما كانش فيه عليها تركيز جامد جدا من الدوله. انا بتكلم على الفترات اللي فاتت كانه ملف ذاتي، يعني كانه ملف يعني احد المهن الموجوده من ضمن المهن الكتير الموجوده في البلد. ولكن في خلال السنوات القليله اللي فاتت بدا في اهتمام واضح قوي. طب الناس يقول لك ايه الاهتمام، يعني ايه اللي حصل من الدوله تجاه هذا الملف؟ هو الاهتمام كان على يعني شقين متوازيين. الجزء الاول هو المشروعات القوميه الكبرى، المشروعات الزراعيه. بنسمع عن ان في مشروعات قوميه زراعيه كبرى، كان زمان لو انت فاكر كان في مشروع اسمه توشكا بس في الفتره الاولانيه كمان قبل ما يعاد. لا، كان في زخم اعلامي ترويجي شديد لهذا المشروع ثم اختفى في هدوء. بالظبط، ده المشروع الوحيد اللي كان الناس بيسمعوا عنه. دلوقتي تفاجئ ان في يعني اكتر من مشروع وشغالين في نفس التوقيت مع بعض، وكمان في مشروعات قوميه كبرى الدوله بتعملها بتخدم على قطاع الزراعه. فطبعا مشروعات التوسعات الافقيه الموجوده في كل مكان، بدل ما كنت تسمع توشكا سمعت توشكا 2 اللي هي الحمد لله تم اعاده هيكلتها تماما، سمعت شرق العوينات، سمعت غرب المنيا، سمعت الدلتا الجديده ومستقبل مصر، سمعت محطات عملاقه اسمها محطات معالجه مياه الصرف الزراعي اللي في شرق الدلتا المحسمه وبحر البقر، وبعد كده اللي في الحمام وهي اكبر محطه على مستوى العالم. سمعت ان في حاجه اسمها نهر صناعي، اطول نهر صناعي في العالم بيتم شقه في الصحراء الغربيه. كل هذه المشروعات الكبيره هيرجع تاني اللي بيسمعنا يقول طب ماشي، وانا استفدت ايه من المشروعات الكبيره؟ استفدت سيادتك ان لولا هذه المشروعات الكبيره الضخمه في التوسع الزراعي واضافتها لكل هذه الرقعه الزراعيه الكبيره وبالتبعيه اضافتها لملايين الاطنان من المنتجات الزراعيه، لكان يبقى في مشكله في السوق، مشكله في سوق المنتجات الزراعيه. يعني صح، لو لسه بنعتمد على ال 6 مليون فدان الموجودين في الوادي والدلتا او المشروعات الزراعيه القديمه اللي هي اللي في اساس كانت موجهه للتصدير مش موجهه للسوق المحلي في المناطق الصحراويه، كان هيبقى في مشكله فعليا كبيره. كان صح، هيبقى الاسعار الموجوده حاليا مش زمان، كان هيبقى الاسعار اضعاف الموجوده دلوقتي. طيب ده بالنسبه للمشروعات الزراعيه الكبيره والمشروعات المساعده زي ما قلت حضرتك محطات المعالجه وحتى موضوع الصوامع، المشروع القومي للصوامع اللي سبب شكل من اشكال تحقيق الامن الغذائي. يعني يعني مش لازم يكون في اكتفاء ذاتي كامل من كل المحاصيل، ولكن طب انا كمزارع استفدت ايه؟ ده للمستهلك. طب ما هو انت مستهلك، ما هو هم كل المزارعين مصر بيزرعوا بي بي حتى اللي بيزرع قمح عنده رغيف الخبز مدعم، حتى اللي بيزرع محصول في محصول تاني موجود وما زال في متناول الاسعار. يعني الناس يقول لك طب ما هو معلش الاسعار زايده شويه، زايده شويه دي طبيعه المرحله دي وطبيعه كل الاسعار الموجوده. كل اسعار الغذاء ارتفعت عالميا لان اسعار مدخلات الغذاء ارتفعت وتقليل استخدام الطاقه. معدلات التضخم وغيرها 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 زودت اسعار الغذاء على كل دول العالم. يعني أنا ليه دايما عاوز أقول إن مصر لا دولة لوحديها، دولة دي دولة في قارة في كوكب الإسلام. ما ينفعش مصر زي أي دولة بتتأثر بأي أزمات موجودة زي أي دولة في العالم. يعني الأزمة بتاعت روسيا أوكرانيا علاقتها باستراليا جغرافيا ده في بينهم آلاف الأميال، ورغم ذلك
فوجئنا ان في مشكله كبيره في استراليا بسبب هذه الازمه وهكذا يعني رد فعل يعني. طيب ده على مستوى المشروعات الكبيره، على مستوى المشروعات الصغيره بقى اللي لها علاقه مباشره بالمزارع. المزارع اللي بيسمعنا عشان يبقى احنا برضه بنتكلم كلام واقعي. بس طب ما انا عندي مشكله دلوقتي. موضوع مستلزمات الانتاج بدا يبقى فيه يعني زياده الاسعار شويه. طب اهم مستلزم انتاج ايه؟ الاسمده. التقاوي والاسمده. الاسمده. والتقاوي طبعا. عشان كده الدوله اشتغلت على الملفين دول. اشتغلت على ملف الاسمده. فما رغم كل الزيادات العالميه في الاسمده اللي وصلت لثلاث اضعاف ثلاث اضعاف السعر المدعم. رغم ذلك ما زالت الدوله بتحافظ على ان يكون هناك في سماد مدعم، وكمان بتعمل زي ما شفنا كلنا في لقاء الرئيس السيد وزير الزراعه عرض النظام او المنظومه الرقميه للتعامل مع الاسمده عشان نقلل على قد ما نقدر الهدر والتسرب اللي كان بيحصل للاسمده، ونضمن الدوله يعني تضمن ان يكون في هناك يعني السماد المدعم يوصل لمستحقيه، اسمه مدعم يعني الدوله بتدعمه عشان يوصل لصغار المزارعين بالتحديد، فما ينفعش يعني يتصرف في اي اتجاه اخر. اتعملت منظومه الحوكمه، منظومه ان السكاره تطلع من المصنع تكون تحت المراقبه الصارمه حتى تصل للمزارع. طبعا مش هقدر اقول ان 100% من المشاكل الموجوده في الاسمده كلها تم حلها، لا، بس على الاقل تم حل يعني نسبة كبيرة جدا. ومحدش بيسمع بقى، دي النقطة المهمة يا استاذ سامي، محدش بيسمع عن أزمة الأسمدة. هو كنا بنسمع عنها كل أسبوع، كل أسبوع كنا بنسمع. هو حضرتك قلت إيه؟ إحنا الدولة قامت بدور ولكن في بعض المشاكل، فلا سوق الأسمدة مستقر. ممكن تظهر مشكلة في جمعية هنا بسبب ورق، بسبب إن في شحنة جاية من مصنع اتأخرت، لكن في استقرار وان السماد يوصل لمستحقيه. كنت حضرتك في البرنامج بتاعك كل المداخلات اللي كانت بتجي لك كلها كانت بتتكلم عن اسمده. صح. مش حصل؟ صح فعلا. طيب يعني معناه ايه؟ ما انا بقول لك احنا مش هنتكلم الا الكلام اللي واقع المزارع عايشه، هنتكلم كلام نظري ثاني ونفضل نتكلم كلام بعيد عن الناس، هنخلي الناس تفقد الثقه فينا. خلينا نتكلم في الحاجه اللي الراجل المزارع، وبالمناسبه انت عارف كويس جدا ان احنا كلنا مزارعين، ودي مش يعني دي مش تعصب للمزارع، ولكن المزارع الفلاح هي الفئه الاولى بالاهتمام، وده اللي وصل ان السيد رئيس الجمهوريه بعيد بقى عن الاسمده وبعيد عن التقاوي، حتى التقاوي كنا هنتكلم فيها كتير، عمل مبادره بتريليون جنيه اسمها مبادره حياه كريمه، وبدات المرحله الاولى، واللي بيروح الريف بعيد بقى عن الكلام وبعيد عن الهيصه يلاقي محط يعني يلاقي صرف صحي بدا يتعمل في قرى كتير، يلاقي كل الخدمات الحكوميه اللي كانت تبقى موجوده في القريه الام ومش موجوده في التوابع او مش موجوده كمان في القريه الام، بدات الدوله تعملها مجمعات الخدمات الزراعيه اللي فيها وحده بيطريه وفيها جمعيه زراعيه حديثه. دكتور محمد، عيد الفلاح قرب، واحنا انا بستاذنك هننسق، عايزينك تكون معانا على الهواء ونتكلم مع المزارعين، مش معايا، حضرتك تكون موجود وبتناقش المزارعين ويتواصلوا معاك. اخر سماح. ايوه. انت شخصيا من اكثر الناس اللي انا بحترمها جدا على المستوى الشخصي. بشكر حضرتك. لانك اكثر واحد بيتكلم الناس بواقعيه، الناس في حاجه ماسه للي يكلمها بواقعيه، يكلمها باللي بيحصل على الارض، محدش يتكلم مع الناس بشعارات. رئيس الجمهوريه نفسه بيتكلم بالناس بواقعيه وبيقول لهم والله ادي الوضع وادي اللي احنا بنعمله. وادي اللي احنا متوقعينه وبنعمل كل اللي في ايدينا، فاي حد يتكلم مع المزارع الفئه دي بالذات يكلمه بواقعيه، لان هو هي الفئه الوحيده اللي لقيتها ايدها في الارض. صح. ايدها في الواقع. صح. مش بتقعد على قهاوي ولا بتقعد تتكلم في خيالات. وعلى فكره لا، وهو كمان اللي في المواجهه، هو اللي في بيتكلم معاه بالطريقه دي، هو اللي في المواجهه، هو اللي في الوش زي ما بنقول، قدامه. صح. ارض. صح. قدامه ظروف طبيعيه، يا اما صيف يا اما شتاء شديد، ومطلوب منه ان هو يشتغل ويزرع وينتج، هو اللي شايل المسؤوليه. فلازم يبقى في نقاش معاه، ولازم يكون في صدر رحب يسمع منه ويتكلم معاه، لازم يكون في ايد تقدر تساعده وتقدم له خدمه. ان شاء الله قريب تكون حضرتك موجود معانا على الهواء عشان نشارك المزارع في عيده بالحوار، تكون موجود معاه تتكلم معاه حضرتك. بشكرك دكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعه.